السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الـ USGBC المنظمة المسؤولة عن الليد نزلت أفضل 10 دول شغالة بالليد في 2021. أول حاجة الصين عندها كم مشروع؟ 1077 مشروع. كندا 205، الهند 146، كوريا طبعا الجنوبية مش الشمالية لأن الشمالية حكم عسكري فملهاش دعوة بيها، أسبانيا 100، الإمارات 73، البرازيل، إيطاليا، المكسيكو، الصين. طبعا الدول العربية حتى الآن هي الإمارات. قطر مركزة على حاجة تانية غير الليد اللي هو الجي فاس، فلذلك هي مش موجودة، مش مجبرة على موضوع الليد أو مش مهتمية بالليد، مركزة هي على نظام خاص بيها هو الجي ساس. وطبعا الامارات برضو عندها في ابو ظبي اللي هي القلوة. وكل دولة دلوقتي عربية بتحاول تعمل نظام خاص بيها، ويعني مش المعيار الاساسي بتاعنا موضوع الليد، الموضوع بتاعنا ان تكون المباني صديقة للبيئة حتى لو هي مش واخدة الليد. بس دي نظرة عامة لافضل 10 دول في حصل على الليد.